حضرتك لو في ريف المفروض يتقدم ريفيجن وتقدم بالغلط برقم جديد، يعني انا ماشي. اتبلغت من المكتب الفني ان هو حاجه جديده وبعدين اكتشفنا ان هو المفروض كان يتقدم ريفيجن، دي تمام. حلها ايه؟ دي النقطه. النقطه الثانيه، لو حاجه اتكنسلت ينفع الشير يردها من غير ما يديها كود؟ ما هي اتكنسلت هيرد عليها بكود ازاي؟ تمام. طيب النقطة يعني ايه بس هي اتكنسلت؟ يعني هي اتكنسلت من ريكورد ولا اتكنسلت من مشروع؟ لا، هو مثلا دمج ريكوستين في ريكوست، ففي ريكوست ملوش مثلا فايدة فهو كنسله. حضرتك بتكنسل خلاص، هو بيتكنسل مش هيتحط عليه كود اصلا. طيب كويس. هو بس المشكلة دلوقتي في حاجة اتقدمت، مثلا المفروض تتقدم بفيجن واتقدمت برقم جديد، ايه افضل حل ليها؟ بص دي اصلا تبقى غلطتك انت، هقول لك ليه. انت ما عملتش سيرش على السبلاير او ما عملتش سيرش على الايتم دي قبل ما تعمل ريكوست دي، تمام؟ تمام تمام فلو حضرتك يعني بتتكرر قدامك المشكله دي، عشان تبريفنت المشكله دي ما تظهرش قدامك تاني، ان حضرتك وانت بتنزل الريكوست ده قبل ما تنزله تبص عندك في الحاجات اللي انت عملتها قبل كده، هل موجود الاسم ده موجود ولا لا، هل السبلاير ده موجود ولا لا. ده واحد. اتنين، تمام لازم حضرتك تسحب الريفيجن اللي هو زيرو ده، لان ده هيعمل كونفليكت معاك بعد كده في ان انت عندك تو سبميتلز او تو ريكويست بنفس الاسم، وماتيريال مثلا بنفس الاسم وبنفس بنفس كل حاجه، السبلاير وكل الداتا، بس هتلاقيك مش عارف تتراك مين، لان وارد ان واحد ياخد فيهم مثلا اكشن سي، هتلاقي نفسك انت بترجع للبي، والبي التاني ده مش حقيقي، فاهمني؟ يعني الاكشن كود انت دايما بتمشي على اخر اكشن كود انت واخده. ففرضا انت مشيت في الريفيجنز ده مثلا اللي انت عملته جديد ده، الريفيجن بتاعه بقت اتنين، وهو خلاص خد مثلا سي، فده كده وقف بالنسبه لك، ده مش ابروف. بس الابروف ده انه الاولاني اللي كان ريفيجن زيرو المفروض يطلع عليه ريفيجن تو. فدي حلها ان حضرتك تكنسل اللي هو النمبر الجديد ده، وترجع تعمل ريفيجن تاني للنمبر القديم، عشان يبقى سهل طيب ان انت تعمله. هو لحد لاخر موقف ليه ان هو ما تردش عليه لسه، فاحاول تمام. اسحبه لو ما وادخله. تردش عليه تقدر تسحبه وتقدر تدخله، بس هل انت الرقم ده ما تلاقيش رقم بعد منه تاني؟ السيريال ده ما خدش سيريال تاني بعد منه؟ لا، في سيريال بعد منه. طيب عشان كده ده بقول لك، عشان كده ده هيبقى في النص فاضي، فده هيتكنسل في النص، حضرتك هتكمل بعد كده السيريال زي ما انت، خليه بقى في رقمه. تمام، احاول اسحبه وادخله ريفيجن. ايوه بالظبط. تمام، شكرا. ماشي يا فندم، العفو.